لغة الضاد هي روح الأمة وعنوان هويتها ومصدر إشعاعها ودليل سموها. أم اللغات وأوفرها حظا وأطولها عمرا وأقومها قيلا. لغة إذا وقعت على أسماعنا فاقت النفس إليها سماعا وترنم شاديها جمالا وإبداع. حباها الله بالفصاحة والبيان واختصها الرحمن أن تكون لغة القرآن. خلد ذكرها في العالمين واختارها الله للجنة لغة الخالدين. لغة تميزت بشمولها وكمالها وتميزت بعذوبة ألفاظها ودلالها. يلي رونق مبانيها وعمق معانيها ويا لسلاسة ألفاظها وعذوبة كوثرها وزلالها. إنها مرآة حضارة وإنسان وليس في كل اللغات الحضارية. كلما مر الزمان عليها زادها جمالا بل كسته تجديدا وكمالا. لا يضيق لفظها عن استيعاب المعاني بل قادرة على تعريب كل قريب وداعي. من غاث فيها منحت سرا جمالها ومن عاش لأجلها فاذ بمكنون ترها. بني قومي أعيد لها مجدا أحيو لها ذكرا وجد السيرة تمنحكم من زهرها عطرا. بها نسمو بها نزهو بها نفخر بها نحيا بها نكبر بها نبقى. لغة أعز الله بها الإسلام. لغة الأمة. اللغة العربية بالنسبة لنا كمسلمين هي لغة هوية، لغة حياة، لغة جمال، لغة شعور. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى.